السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدارس الهدي المحمدي، برنامج التعليم عن بعد، المادة الحاسوب، الصف الثاني، الدرس حفظ المنشور واسترجاع، المعلمة ريهام عمرو. كيف أصبحتم يا ثاني؟ أصبحنا وأصبح الملك لله جميعا. هيا يا ثاني نتعلم أهداف درسنا لهذا اليوم. يتعلم الطالب طريقة حفظ المنشورات، ويتعلم الطالب طريقة استرجاع المنشورات، وأيضا يتعلم الطالب طريقة الخروج من البرنامج كما تعلمناها سابقا. هيا أعزائي لنفتح أو نقوم بتشغيل برنامج الناجح. أنوه لأبطالي بأنني أعيد وأكرر في كل حصة ما هي النقاط الرئيسية التي تشمل برنامج الناجح، حتى لا تنسى يا صغيري وتتشتت داخل البرنامج. هيا ساعدوني، كيف كنا نقوم بفتح برنامج الناشر؟ أحسنتم. Start، كافة البرامج، وأختار برنامج الناشر. ولكن تعلمنا طريقة أخرى سهلة حتى لا نضيع داخل جهاز الحاسوب. ما هي؟ Excellent، صندوق البحث. إذا كانت اللغة عربية نكتب الناشر، وإذا كانت إنجليزية نكتب Publisher. هيا Publisher، نعم إنه برنامج الناشر. أحسنتم، برنامج الناشر. ها هو برنامج الناشر. كيف كنا نقوم بالذهاب إلى صفحة فارغة؟ هيا شاركوا معي. أحسنتم، بالنقر مزدوج على صفحة فارغة. ها هي الصفحة الفارغة لبرنامج الناشر. أنا أريد بأن أضيف منشور، ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ Excellent، File، أعود إلى الصفحة الأولى وأختار المنشور الذي أريد. أنا أختار منشور حسب تواجد المنشورات المتواجدة في جهازي، لكن هناك بعض من أطفالي لا يوجد لديهم نفس المنشورات. لا يوجد إشكالية، اختار المنشور المتواجد في جهازك. لا بأس يا صغيري، أنا سوف أختار هذا. أنت قم باختيار المنشور التي ترغب. هيا أريد أن أقوم بتعديل هذا النص، ماذا أفعل؟ نعم، نظلل النص، لوحة المفاتيح، Backspace. سوف أكتب أهلا وسهلا بكم صف ثاني. نعم هذا هو منشوري. هيا نبدأ بأول هدف من أهدافنا لهذا اليوم. نريد يا ثاني أن نحفظ هذا المنشور. ماذا أفعل يا ثاني؟ ماذا أفعل؟ Excellent، File، Save as. File، Save as. هيا أعيده، File، Save as. حفظ باسم، Excellent يا ثاني، Excellent. الآن أذهب لاختيار المكان الذي أرغب، Desktop مثلا. Desktop هو سطح المكتب. يظهر هذا صندوق الحوار، أختار الاسم والمكان مرة أخرى لأحدد أين وضعت هذا المنشور حتى لا أضيع داخل الجهاز، وأعود إلى هذا المنشور وأغير وأعدل كما أرغب. هنا فايل نيم، ما هذا فايل نيم؟ Excellent، اسم هذا المنشور. هيا نسيب الصف، عفوا الصف الثاني. أحبائي أنا قمت بتسييف هذا الاسم. أنت تستطيع أن تسيف المنشور أو تقوم بحفظ هذا المنشور بطريقتك الخاصة بالاسم التي ترغب. ومن هنا كما تعلمنا نختار المكان الذي نرغب. إذا من هذا الصندوق نختار المكان والاسم، المكان والاسم.
المكان سطح المكتب، والاسم الصف الثاني أحبائي، وأذهب على هذا الصندوق الصغير سيف حفظ. الآن أريد أن أذهب إلى سطح المكتب وأتأكد من عملي. نعم، إنه الصف الثاني أحبائي. هيا ننقر عليه نقر مزدوج. نعم، إنه منشوري. أريد أن أعدل، أريد أن أغير النص، أريد أن أغير الألوان كما أرغب وأعدل، لأنني احتفظت به. Excellent. ثاني، أرجو منكم تطبيق الخطوات حتى تتقن معي البرنامج. الآن نريد فتح ملف على برنامج الناشر. هيا يا صغاري، فكروا معي، فكروا فكروا، ماذا أفعل يا ثاني؟ نعم، File Open. File Open. أختار هنا الصفحة التي أريد. أنا سوف أختار الصف الثاني. يوجد منشور آخر باسم الصف الثاني. لقد قمت بفتح هذا المنشور. أحسنتم. File مرة أخرى. Open. وأختار الملف الذي أرغب. File مرة أخرى. Open. أحسنتم. Save. ما هي طريقة Save يا ثاني؟ Excellent. File. Save as. يظهر صندوق الحوار. أحدد المكان والاسم يا ثاني. الآن سوف نتعلم طريقة الخروج من البرنامج، ألا وهي هيا بصوت مرتفع. من أين يا ثاني؟ نعم، أنقر على إكس. إكس. غادر برنامج الناشر يا ثاني، قمت بإغلاقه. هيا نعود إلى تلخيص الدرس لهذا اليوم يا ثاني. حفظ المنشور يكون من قائمة ملف واختيار حفظ باسم، ومن ثم اختيار اسم ومكان الحفظ كما تعلمنا. File Save As. من صندوق الحوار اختار الاسم والمكان. استرجاع الملف يكون باختيار قائمة ملف، ومن ثم فتح ملف وتحديد المراد. الملف المراد فتحه. File Open. ومن ثم اختار الملف. File Open. الخروج من الملف أو الخروج من الناشر كما تعلمنا. File Close أو File أو سوري علامة أو إشارة X في شريط العنوان. شكرا لكم جميعا يا ثاني. إلى هنا كان قد يكون انتهى الدرس لهذا اليوم. الرجاء منكم جميعا تطبيق الدرس وأي شيء مراجعتي. دمتم بخير.